Thank you.
احسنتم يا استاذ. ياسر ابو رحمه كل شغله متوزع، ففي ميلودي جمله والالات بتصاحب، فلازم الجمله دي تبان. احنا كنا بننقيها زي اللي بينقي العدسايه من الرزايه، حاجه كده. ده نمره واحد. زي ما بيقولوا الصوره النهارده في دايمنشن 3 دايمنشن و4 ودخلنا في 5. المزيكا برضو عندنا خمس ابعاد مهمين جدا جدا جدا. ده نمره واحد ابجديات الموسيقى، اللي هي ايه؟ البيانيسمو اللي هو اقل صوت واطي، البيانو اللي هو اعلى منه شويه، الميديوم اللي هو العادي، الفورتي اللي هو قوي، فورتيسمو اللي هو قوي القوي. دي المصطلحات الايطاليه اللي ماشيين العالم كله ماشي عليها. انت لو تلاحظ، لو انت سمعت في القديم استاذ عبد الحليم نويره، ده اللي ادخل الموسيقى على الموسيقى التراثيه اللي بنتكلم عليه ده، عمل انيانس وديناميك فظيع، ده اللي خد سوكسي عظيم جدا للموسيقى الشرقيه. النهارده لما بتعمل موسيقى فيها اكتر من بعد، يعني فيها توزيع، انا النهارده السولو بتاع الضوء الشارد والفرار من الحب مش لاقيهم، بدور عليه مش لاقيه. اتابي يا حرام اللي عازف الكمانجا هو اللي بيقوله، والباقي القوه فظيعه جدا، المايكات مفتوحه على الاخر، وكل العازفين بيقولوا فورتيسمو، فبالتالي ضايع السولو. فده احنا لازم نراعي هذه الامر، يعني لازم الموسيقي لما يحس وده في ايد المايسترو ان في سولو لازم يخفوا، يورقوا بالعربي، خفوا عليه عشان يتسمع السولو، يتسمع. ده مهم جدا جدا. انت بنت بقى، وده الفرق ما بين الميدلي بتاع الاستاذ بليغ حمدي رحمه الله عليه وما بين ياسر عبد الرحمن. بليغ حمدي عشان كان كله ميلودي، ما فيش توزيع، واخد بالك؟ ما فيش توزيع الا بالطوبه يعني، ما اتقالتش فيها التوزيع بتاعها. انما كل الميدلي بتاع بليغ اللي هو فات المعاد، خنول، عين سود، طير هوا، كل ده ميلودي، فما بانش الايه؟ الغلطه بتاعت ياسر عبد الرحمن. خلاص، فانا بص بقول لك كده عشان دايما تراعيها دي، ويبقى قدام الموسيقيين اشارتك بانه امتى الايقاع يخف شويه، يبدا يورقوا يسمعوا بعض. انا نفسي الالات كلها تسمع السولو بتاع الكمانجا اللي هو الاساسي بتاع الربابه بتاع الضوء الشارد، واخد بالك؟ يسمعوه او يسمعوا الكاوله ناي يعني. المهم يعني الانيانس ده مهم جدا جدا، وهي دي المزيكا. بيني وبينك نبقى مش كلنا يعني نوسع لبعض، زي ما بيقولوا نوسع لبعض. خلاص، في سولو اكورديون يتسمع له كلهم، سولو كاوله وهكذا. معلش دي بقولها لك بس ملاحظة مهمة جدا توصل لك، عشان بعد كده لما نسمع شغلك هنسمع الصح بتاعك ان شاء الله. اوكي، نروح للفرديات. عازف الساكس عبد الرحمن، جميل قوي قوي قوي، ونفسك حلو، ومشروع يعني سوليست ساكس جديد ان شاء الله. العود، انا بس العود ما فيهوش ربع تون ولا ايه؟ البياتي ما كانش واصلني بياتي بصراحه، يعني القلب يعشق كل جميل، دي صنباطي، والبلياتي ده بياتي، بياتي بجد. برضو نشوف ايه اللي بيروح مننا في البياتي عشان يوصل بمصداقيه اكتر من كده. اوكي، الاكورديون عفريت، انت جايب لنا عفريت. ها، يعني دايما بقول انا السكر كتير بيجزع، ماشي؟ انت معايا ولا لا؟ طيب، ال انت متمكن ما شاء الله، شمال ويمين وزي الفل، وبتحضن الاكورديون بحب شديد جدا، فده اللي طالع منك. الجو بقى لو رحنا بلغاريا ولا فرنسا بتاع، يعني نحاول نمصر شويه الدنيا. اتفضل اتفضل. لا اتفضل اتفضل. يعني انا المشكله كنت سامع صوت في المايك تاني معايا خالص، يعني غير الشمال واليمين كنت سامع فيه زي زنه كده اهو معايا. والله والله هو ده. لا بس احنا كنا سامعين كويس ده. والله انا بالنسبه لي والله لا والله الاساتذه قاعدين جنبي سامعين حاجه جميله، الشمال باين واليمين باين، وامكانياتك في في في, في يعني تملكك للاكورديون. يعني اضافات تاني حضرتك كنت ضايفها، بس تهت بقيت مركز مثلا. معلش، لا بس والله زي الفل زي الفل. يعني قدر الامكان اقول لك ايه، يعني زي ما تقول السكر كتير بيجزع. حلو قوي اللي انت بتقوله ده، انما اديني الجمله المصريه بتاعتنا بقى. حتى لما قسمت استعجلت شويه، انت عايز تقول كل حاجه في عجاله. لا يعني خلينا ايه، زي الفرق ما بين الانونجي اللي بيتعفرط ويطلع مش عارف ايه وبتاع،
وبين عبد صالح رحمه الله عليه. يعني عبد صالح مع ام كلثوم بيقول برام توصل قصر النيل دي سكتت ترمي الابره ترن من حرفين دوري بس. واخد بالك؟ دي شخصيه العازف اللي هو ممكن يجذب اللي قدامه باقل القليل. مش الرغي كتير، الرغي كتير ممكن يخليني اتكلم مع اللي جنبي. بس انت ما شاء الله محترف جميل، قدامك مستقبل باهر جدا، متمكن من الاكورديون، ودي اهم حاجه. احسنتم، احسنتم جميعا يا استاذ، احسنتم. الحقيقه الاستاذ هاني خلص الكلام، احسنتم جدا جدا طبعا. واضح كل فرد وكل اله، كل حد على حدة، هو متمكن جدا وده واضح. لكن في حاجة أرجو بس تكون الهندسة الصوتية ما ظلمتكوش، استكمال لكلام الأستاذ هاني، الهندسة الصوتية أعتقد أنها يعني جت عليكم النهاردة شوية. يعني الامبيانس اللي بيتكلم عنه الأستاذ هاني، أنا لاحظت أنه صوت المايكات عند الساكسفون والترومبت عالية جدا، أعلى حاجة، بالتالي خلت باقي الأساتذة العازفين مش سامعين نفسهم كويس. أعتقد زي ما قال عبد الرحمن كده، ما كانش سامع نفسه بشكل بيرفكت، يعني صح كده. بالنسبة لعبد الرحمن على فكرة، يعني هبدأ بيه كده الأول، أنا اديته أعلى درجة. وكمان هي قليلة عليه لأنه بالنسبة لسنه بسم الله ما شاء الله، لا هو حاجة موهبة غير عادية، عالمية عالمية، أنا بقول كده، وهتبقى إضافة للموسيقى في مصر، وحاجة مشرفة جدا جدا. المايسترو طبعا بيشكر جدا على مجهود اللي هو عامله الحقيقة، لكن هو ايه قدامه حاجات كتير، فمش لاحق يعمل ايه ولا ايه ولا ايه، مزحوم جدا جدا. فأحسنت جدا جدا طبعا. العود أعتقد ما كانش سامع نفسه كويس، أنا متأكد، عشان كده البياتي هرب منه شوية أحيانا زي ما قال الأستاذ هاني. بس كده مش عايز أقول حاجة، كلكم ما شاء الله ما شاء الله حاجة جميلة، بس لازم بعد كده يكون ليكم شروط في الهندسة الصوتية، تعملوا في البروفة الجنرال تسمعوا نفسكم بالنسبة للمايكات بتاعتنا عاملة ازاي، التوتال بتاعنا طالع ازاي، عشان دي اعتقد ظلمتكم سنة النهاردة. هي دي بتكون المشكلة، ان احنا ما يعني كل بروفات ما بتشتغلش على ساوند سيستم، تبقى شغلنا كله عادي، فهي دي المشكلة. احسنتوا جدا جدا جدا، احسنتوا بالتوفيق، والسنة الجاية ان شاء الله احسن واحسن ان شاء الله بالتوفيق. دكتور عز، انا كنت عايز بس اقول كلمة صغيرة، انا كنت عايز اشكر كورال منتخبنا الغير متخصص، ان هو تعب تعب كبير جدا، وفي اخر لحظه للاسف العرض ما طلعش يعني على المسرح، فانا كنت حابب اشكرهم جدا يعني على تعبهم. سيمفونية رائعة فيها تلاحم وتناغم لموسيقى كبار الملحنين مع صلوهات معبرة بالآلات الموسيقية، كل ده أبدعه فريق جامعة الحلوان الموسيقى الغير متخصص. نتعرف بيكو. أنا عبد الرحمن حسني. أنت المايسترو؟ أنا كنت المايسترو النهاردة. تفضل. عبد الرحمن محمد، جامعة حلوان، بعزف الكوردين. تعرف بيه. عبد الرحمن علاء، جامعة حلوان، عازف ساكسفون. طبعا هنبدأ بالمايسترو، استعديت للعمل ده ازاي؟ احنا عندنا الجامعه القياده فيها او المنتخب فيها عامه بيكون القياده طلابيه، فاحنا في اول السنه بنتجمع كفريق وقدام فريق والاداريين وكده، وبنتفق ان احنا مثلا الشغل هيمشي كذا كذا كذا، والقائد هيكون كذا كذا، وعلى الاساس دوت بقى بنبتدي نحضر الشغل على حسب لائحه المسابقه ونشتغل عليها بقى بروفات وكده. دي المره الكام في موسم ابداع؟ ليه انا دي المره الرابعه. اضاف لك ايه بقى مسرح ابداع؟ أضاف لي كتير جدا، جرأة وفي القيادة وفي العزف ومهارة في الموسيقى، حاجات كتير. أنت كنت بتعزف إيه؟ أكورديون. المقطوعة اللي أنت عزفتها دي استعدت لها إزاي؟ هو كان ميدلي كده لرياض السنباطي، جمعته كده، اللي هو جمعت كذا مقطوعة ودمجتهم، وجبت مثلا زي حتة صغيرة كده غربي فدمجتهم مع بعض عشان يطلع بشكل اللي هو فيه تألفات وكده في المقطوعة يعني. هو
كان عمل رائع وانت على المسرح وبتمثل جامعتك، ده أثر فيك ازاي؟ هو طبعا كل واحد يحب يعني يشرف جامعته وكده، فاحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نطلع بشكل حلو ونشرف الجامعة بتاعتنا. طبعا ربنا يوفقك. انت بقى كنت بتعزف ايه؟ كنت بعزف ساكسفون. استعدت له ازاي برضه؟ هي اول حاجه انا مثلا بقالي مثلا رابع سنه ليا العب ابداع مثلا، فالمسابقه بتدينا خبره وبتدينا وقفه مسرح وجرأه، ومن ابداع من اول ابداع خمسه ادتني يعني فتحت لي فرص تانية في المزيكا من مسرح ابداع. بس موضوع ان انا امثل جامعتي يعني هو اي حد يحب يمثل جامعته ويشرفها في مهرجان زي ده، وخصوصا ان الجامعه عندنا مليانه مواهب كتير جدا، موسيقيين كتير جدا وناس شاطره، فلعبت كذا سنه معاه فده شرف ليا. السولو انا قعدت قسمت اختار اغنيه كذا وكذا وكذا، قعدت انا هعمل ايه، قلت هعمل ميدلي منين مراد وكمال الطويل، خدت اجزاء من كل اغنيه، عملت ميدلي لعبد الحليم، عملت في الاول ادليب، بعد كده وزعت اغنيه اغنيه. بس كان عمل رائع. هنيجي بس اخر سؤال اساله لك يا مايسترو، استقبلت اراء لجنه التحكيم ازاي؟ طبعا دكاترتي وبتشرف فيهم، فارائهم كانت جميله جدا بالنسبه لنا. وفي كان في مشكله معانا في فعلا في الساوند سيستم، احنا كنا سامعين بره غير الجمهور سامعه جوه بره، فهي دي كانت المشكله يعني. بس الحمد لله العرض طلع بشكل كويس يعني. عموما ربنا يوفقكم، كان عمل جميل ومبدع. عايزة أقول لكم خليكم معانا، لسه مستمرين في تغطية مهرجان إبداع 8 الموسم الثامن على مسرح وزارة الشباب والرياضة. خليكم معانا.